بسم الله الرحمن الرحيم. حل ورقة عمل المهندس الصغير رقم 7 في الكتاب المدرسي صفحة 53 والخاصة بدرس فتح البرنامج. المطلوب منا أولا أن نفتح الآلة الحاسبة، والمطلوب منا ثانيا أن نشغل برنامج الدفتر. لفتح الحاسبة نضغط على زر ابدأ، ثم نضغط على كافة البرامج، ومنها نضغط على البرامج الملحقة، ثم نختار الحاسبة. ظهرت لنا الآن الحاسبة. نريد الآن حساب ما يلي. نريد أن نحسب 1 + 2. سنقوم بالضغط على زر 1، ثم 0 + ثم 2 ثم يساوي، والنتيجة هي 3. نريد أن نحسب أيضا 3 + 1. سنضغط على 0 + ثم زائد ثم 1 ثم يساوي، ظهرت 4. نغلق الآن الحاسبة. حتى نشغل برنامج الدفتر نضغط أيضا على 0 + ثم كافة البرامج ثم البرامج الملحقة، ونبحث عن كلمة الدفتر. نعم هذه، نضغط عليها، فتح لنا برنامج الدفتر. وبذلك نكون انتهينا من حل ورقة العمل.